السلام عليكم يا شعب البحرين الابي. وش يقولون ابو جاكيت احمر مو مفارق الحمام، صايدنه اسهال ورجفه طول اليوم. من اعلنت الجزيره عن حلقتها ما خفي اعظم، ما خفي اعظم، اللاعبون بالنار الاحد. يقولون لك الجزيره مسويه مقابلات ويا ضباط من الداخليه، واحد منهم المسؤول عن الهجوم على دوار اللؤلؤه. ما استغرب بعد اذا الحلقه الجايه يجيبون لك خلود او نصور المعجزه ويسوون لك المعاجز في الجزيره. His Highness الشميت المهم هذا يقول لك بعد للحين ما انعرضت الحلقه، وما ظل مجلس نواب ولا حظيره غنم ولا زريبه ولا كاتب ولا بلطجي الا وزبد وهدد ورعد وتوعد والعب والرب، وحتى الكوبرا بعد دخلت وياهم. بس كل هذا يهون، اهم شيء ما يتهور نصور المعجزه ويصدر اوامره لابراهيم النهام ويشن هجوم بطيارته الخاصه اللي تنهي طائره الشبح. بلغ الطياره يقلع من مطاره. لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم، هذه الطياره عاليه الجوده وتصيب الهدف بدقه اعظم من الصواريخ الباليستيه. الله يستر. بس نداء نداء، نرجو من قناه الجزيره ان تنصب مضادات للصواريخ في الحال طائره الشبح قادمه. قوات الدفاع الجوي الامير القطري، منظومه اسلام رام، وتعتبر منظومه باتريوت خط الدفاع الاول ضد التهديدات الجويه. طائره الشبح بتستهدف برنامج اللاعبون بالنار اللي من قهر منه يسقط حمد. ان شاء الله تسقط على راسه طوفه، قولوا امين. ما يسقط الا على راسه طوفه. في الوقت اللي يحلق فيه ابراهيم النهام في السماء، يقضي ابو جاكيت احمر ليلته في الحمام وهو يشاهد قناه الجزيره. وانتم بعد لا تنسون كل واحد يبرز القدو ماله والحب الشمسي ويتطمش على ابو جاكيت احمر. يلا يا جماعه الخير، انا بعبروح الحين اشتري لي حب شمسي واسوي لي ذاك الشاي السنقي عشان اتابع الحلقه، واشوفكم على خير بعدها ان شاء الله. بلغ الطياره يقلع من مطاره.